كان سؤالي اللي هو فكره التصوير. انا لما رحت المارفل كان جزء من البرزنتيشن بتاعتي ان انا بقول لهم بصوا ال 30 سنه اللي فاتوا جبت لهم افلامهم اللي صوروها في مصر متصوره المفروض مصر فيها ما بين الاردن وباين انها الاردن ما بين بلاد ما بين متصوره في اسبانيا وباين انها اسبانيا مفيش حتى احترام ان انا هخبيه وما بين انها متصوره في مصر ومصور مصر جاي ضرب المشوار لمصر ومصورنا صحراء عشان بيسموها ايه اكزوتيك شكلها كده يعني احلى بالنسبه له هو المنظر اللي هم متخيلينه. قلت له يقول لك وانا هنا في حاجات تخلي الصحراء هنا الصحراء هو دي شكلها دي فيجوال احلى هو بالنسبه لهم المدينه من عندي مدينه عارفهم المخرجين فانا قلت لهم دي مصر الغلط ودي مصر الحقيقه وريت لهم مصر اللي عمرها ما طلعت اشكال ومناظر لمصر يعني سينمائيا عظيمه فانبهروا وهم عندهم تخوف دايما موجود في ديزني نفسها مش في مارفل ان مصر التصوير فيها صعب فدايما كل سنه ديزني اكتر منتج في العالم وعندها تلت انتاج العالم داخلا في مصر في ديزني فكل سنه بيبقى عندها مشروع او اتنين في مصر وكل سنه ما بيصوروش في مصر فقلت لهم لا احنا هنصور في مصر وانا عارف التصوير وانا مصري وهعرف اعمل لكم ايه خناقات بقى رغي لغايه لما اقنعت رئيس مارفل ماشي صور في مصر جرب فبعد الخناقه دي نزلنا مصر وعملنا معاينتين والمعاينتين اتكلفوا كتير يعني ناس كتير جايه احنا في معاينه واحده عملناها بقى لاحقا اتكلفت 300,000 دولار فانت استثمرت ودي احد الحاجات لما بتيجي تعمل معاينه معناها انا استثمرت فلوس في البلد ولكن للاسف لما جينا نعمل المعاينه وكان في ترحيب وكل حاجه جاء وقت التصوير التصريحات بتاخد وقت انا هقول لك على حاجه مثال لما جم هنا لقوا ان عشان ادخل تريلر التريلر ده اللي هو مكان العربيه اللي الممثلين بيصوروا فيها بيقعدوا فيها كانها الاوتيل الصغير بتاعهم اللي هيصوروا فيه فطبعا المكان اللي هنا مش زي التريلرز بتاعت نجوم هوليوود تبقى ضعفها حجما تبقى اوضه يعني تقدر تعيش فيها فعليا يعني لقينا ان احنا محتاجين نجيبها من اقرب مكان موجود فيه المغرب عندها عشان تخش مصر قالوا لنا قد ايه 7 شهور في تصوير في الدنيا هيستنى 7 شهور عشان تريلر فالموضوع معقد من اوله لاخره طب ده مشكله مين المعاينه هنا ب 200 جنيه وبريك معاه ما انا المعاينه المعاينه باعتين طياره خاصه ب 300 أيوة. واحد جوه الطياره مجرد ما يقعدوا في فندق يوم بقى مئات الالافات من الدولارات فتخيل الخسائر دي كلها وده اللي انا كنت خايف منه انه يحطوا مصر بقى اكس للابد انا هصرف فيك فلوس ومش بعمل فانا حاربت كل اللي تتخيله عشان اصور في مصر بس ما عرفتش اخلي التصاريح تطلع بشكل اسرع الحمد لله انا دايما احب اتكلم في الايجابي انه بعد ما نزل المشروع والناس شافت انه كان ليه تاثير ايجابي على شكل مصر بره ناس كتير من الدوله كلموني وقالوا لي هيبقى في اي حاجه انت عايزها بعد كده هيبقى في تسهيل وانه وانا بحاول دايما اتكلم انه مش بس انا انت الموضوع انت محتاج الاردن انا صورت فيها مرتين الاردن والمغرب طبعا وتونس كل دول فاتحين والنهارده السعوديه ما بقاش في حد عارف بالظبط